السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم والله يكبر بكم والله يضمنكم والله ييسر أموركم. والعبدي وسط الطبيعة كيف ما كتشاهدوا، باكم العبدي ها هويا، وان شاء الله قلنا نديروا معكم هذه المقدمه وسط الطبيعه والدنيا خضراء، وتابعونا ان شاء الله في الاجواء ديالنا وديال المناسبات ديالنا اللي كنقوموا بها. ومرحبا بكم كاملين. دابا انا خرجت غير قدام الدار في العروبيه، هنا ان شاء الله الدار هي هذه كيف ما كتشاهدوا من برا. دابا باش غادي نمشيو لجمعه تصحيم، هز الماتريال ونمشي للخدمه. مرحبا بكم، تبارك الله علينا. باكم العبدي غادي معود الجمعة، نشارك معكم هذه الأجواء وهذا الطريق. ونتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بخوتنا المغاربة أينما كنتم. العبدي أمثالي أشهد وقيل هذاك اللي ما يتسمى. مرحبا بكم وقبلوا علينا وعلى الأجواء ديالنا وعلى الطبيعة اللي عندنا والطرق اللي كنشاركوا معاكم والمناسبات اللي كنشاركوا معاكم. وتحية لكم كبيرة، مرحبا بكم كاملين. وهنا هذه هي الثلاثة سيدي عيسى أو ثلاثة سيدي عيسى. هذا هو تدش ديال الدوار ان شاء الله. هذا مربوط. أباكم العبدي هو وصل الجمعة إن شاء الله، ومرحبا بكم معنا كيف ما كتشاهدوا. دابا إن شاء الله حنا شارجين الماتريال وغادي نخرجوا، ومرحبا بالجميع. حنا دابا بعد ما وصلنا حنا الكراج هو هذا كيف ما كتشاهدوا، الماتريال حنا صوبنا حطيناه. دابا باش غادي نبداو نيسرو الدجاج، راه موصول مغطي. ومرحبا بالجميع. بالنسبه للعطريه كيف ما كتشاهدوا، عندنا الربيع هنايا، البزار، سكينجبير، المروزيه، الخرقوم بلدي،
المرزيه ديال الدجاجيه هذه عفوا القرفه ديال اللحم، السمنحار، الهريسه، الحامض المصير مرقد بسيبيسه كيف ما كتشاهدوا. هادو هما المكونات اللي غادي نخدموا بهم الاساسيين، والزيت العود راه بالطبيعه باين. ومرحبا، كيف ما كتشاهدوا عندي درت الضامات ديال الزعفران الملون على حسب، كي كنقول لكم دائما على حسب اللون باش ما يجيش يعني ما المحمر هو هذا الطبع ديالو. الثومه راه تحيه طحناها، شويه ديال الهريسه، صافي هادشي اللي كاين في العطيه كيف ما كتشاهدوا. ومرحبا بكم ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا دابا الفنان وبنت خويتي، انا راني ها انتوما، انا الاول اللي نط شرملت الدجاج، ولكن دابا مع التصوير راني زيتهم هما يتشرملوا. وجاتني واحد المكالمه مال الانتخابات، راه سخنوا تبارك الله فلوس المحسنين كيديروا بها انتخابات. واحد راه عيط لي دابا باغي يذبح ضروبه وعدوا 100 ديال الدجاج، وكيتشطر معايا انايا اللي بوبري هو غيوكل على عباد الله يزردهم دوك اللي واخدين 6000 الواحد باش يلوحوا عليه، وانا راه ما شيطان لي حتى حاجه عتماره. ايوا المهم هانتوما كيف ما كتشاهدوا الدجاج دابا ان شاء الله باش غادي نردوه. القناصي هما غادي نردوهم ونسلقوهم، الماء راه دائما كيسخن فوق البوطه هو الاول باش كنمرق. ومرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا عندنا 50 كيلو ديال اللحم، وعندنا كي قلت لكم 70 طير ديال الدجاج. دابا بعد ما ردينا الدجاج يطيب كيف ما كتشاهدوا هنا ان شاء الله باش غادي نرجعوا اللحم ونديروا ليه العطريه. وراه عندي في فيديو العطريه ديال اللحم غير الابزار القرفه، يستحسن الا كانت عواد الزهر، اليوم غنطيب بالزهر ما عنديش حامض خضر، المهم غنطيب بالزهر. والملح حسب الذوق، سكين جبير، خرق قنبلي، المروزيه ديال اللحم، ولا بسيبيسه وقعقله، يستحسن كاع الا خبزو او طونسيو او كذا بسيبيسه وقعقله، هي اهم شيء، هي ملكه العطريه وهي احسن حاجه في العطريه. المهم انا دابا ان شاء الله باش غادي نشارك معكم كي قلت لكم المقادير، نشارك معكم غير الطريقه ديال 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 الخدمه ديالتنا اليوم. هنا كيف ما كتشاهدوا درت اللحم فرقته على جوج طناجر، 50 كيلو ديال اللحم. دابا باش غادي نجمعوا ليه العطريه ان شاء الله. بالنسبه للعطريه كيف ما كتشاهدوا هي هذه المروزيه، السمن، البزار، ضمه ديال الزعفران، سكنجبير، القرفه، اش يقولوا ليه الخرقوم بلدي. هنا الفنان هي سيره كتشلط في البصله، بنت خوتي كتنقي فيها الغسيل، راه كلشي نقي. هنا بالنسبه للقزبر والمعدنوس غير القبطاس كنديروهم. وهنا السر باش كنطيب اللحم كي قلت لكم بالمزهر، بالعامري ولا ماجر، المهم احسن شيء. المهم انا غادي ندير جوج قرعات حالا يطرو ديال الزهر، غنخلي من دير دابا درت نص يطرو، باقا نص يطرو غندير الربع ديال النص ديالها، والنص غادي نديرو في البرقوق. القرعة الى وحلتو وما عرفتوش باش تحلوها او ما لقيتوش باش تحلوها، غادي تاخذوا بريكه وغادي تاخذوا القرعه بحال هكايا وغادي نديروا ليها هاد الطريقه هك، وها القرعه تحلات ديال الزهر. وتحيه لخوتي المغاربه فين ما كانوا، ها نتوما النص ديالها كيشطب، وتابعونا ان شاء الله. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا دابا انا درت العطريه كامله على اللحم، زدت هذاك العطريه زدت الماء، خلطت مزيان وفرغت على اللحم وشرملته به. هانتوما كيف ما كتشاهدوا بحال هكايا صافي كتشرمل في الطنجره، يعني باش كل حاجه كتاخذ الحق ديالها. بالنسبه لاغلبيه الناس كيشرملوا مثلا اللحم في شي بانيو او في طنجره عاد كيبداو يحطوا في الا كان كميه قليله ماشي مشكل، ولكن بالنسبه الا كان كميه كثيره العطريه كتمشي مع اللحم الاول، اللحم الثاني كيبقى فيه غير الماء، يعني ما كياخذش حقه في العطريه. هذا علاش انا كنفضل انني نشرمل اللحم، نقسم ديك العطريه على الطناجر، نقسمها على الطناجر باش كل عطريه تاخذ حقها من ديك الاقامه. هذا هو السر ديال طيابه اللحم. صافي وان شاء الله هانتوما
بالنسبه للدجاج راه كيترقد ماشي مشكل، ولكن اللحم حتى هو كيترقد ولكن ما يترقدش ما يباتش ليله كامله، لان اللحم كيلوح الدم ديالو، والدم هو الماده الوحيده اللي ما كيشربش التراب سبحان الله العلي العظيم، وكيزخنز كيزفر وكيخسر كيخسر اللحم. شوفوا اللحم انا غنوريكم ملي اللحم كيبقى في واحد البانيو كيتسقطر بزاف، هذا الدم هو اللي كيخنز اللحم. ديما يستحب فين ما تجيبوا اللحم كميه كبيره، تكون عندكم شي مناسبه، تسرحوا اللحم فوق شي طابله او شي سداري غطوه بالازار ديالو وسرحوا فوق منه اللحم. هذه نصيحه من عند خوكم عزيز الطباخ ديال المناسبات. اللحم الا بقى في البانيوات راه كيخنز، لان داك الدم كيهود كيحتل هو اللي كيحمضو. انا دابا راه قديت اللحم نضيته غسلناه مقاد كل شيء ناضي الحمد لله كيف ما كتشاهدوا، مع انه هاد اللحم اللي جبت اليوم انا راه ديال جمعة صحين ديال السوق جمعة صحين مازال جديد، ولكن ملي دار في البانيوات طلق داك الدم انا ضروري غسلو نضيه. هذه الطريقه ديالتنا، وتابعونا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. الدجاج دابا كيف ما كتشاهدوا ها هو طاب، بعد ما خرجناه ودرنا ليه سميتو درنا زيت الزيتون وحتى الزيت النباتي، صافي الدجاج راه طاب. هاك يا بنت خوتي هزي، شوفوا دابا شنو غادي نديروا ليه. كنغسلو منو ديك العطريه باش تهود القاع ديال الطنجره. سير تبارك الله على بنت خوتي وتبارك الله على الفنان. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه، ما نويت في خاطرك، الله يعطيك الستر اللي علمتينا. ايوا الحمد لله، ايوا هذا هو اللي منظوم فيك، وحنا بغيناكم عاد تعلموا. ايوا انا راه دابا انا راني مدرسه وانتم التلاميذ. نسيو الفنان وتوريا بنت الحمري لطيفه، لطيفه راه تحولات ما جاتش معنا اليوم. بنت الحمري عندها غرض حتى هي قداتو اليوم، واليوم السوق راكم عارفين الناس كتكون عندنا عندها المشاغل ديالها. ايوا مال هذه المناسبه الله يجعلها لهم صدقه ديال الله. صافي هذه الدجاج طاب، هذو جاوا مجموعين وتابعونا ان شاء الله. راه غادي نحطوا الدجاج واللحم، بالنسبه للحم ها هويا بسم الله. صافي البصله راني درتها غير كركوبه، راني ما يعني شديت بصله قسمتها على جوج، كل كركوبه ديال البصله قسمتها على جوج ودرتها، درت شي ربعه الكركوبات تقريبا ديال البصله اللي درت. شوفوا اللحم كيف جا دابا ان شاء الله، باش غادي بعد ما تقلب مزيان الدجاج. كي قلت لكم اللحم كيبغي يتقلب في الاول ديالو، اما ملي كيدخلوا الطياب مستحيل يتقلب، غتخرجوا عليه غيتشتت، غادي تسلت لكم العظم من اللحم. صافي ما غتسيبوه ما تحطوه. الله البوله ما معاونانيش. صافي هذا مزيان، حطوا الدجاج الدريات، انا غادي نغطي غنغطي اللحم وتابعونا ان شاء الله حتى النهايه. دابا بعد ما طاب الدجاج كيف ما كتشاهدوا، حولت اللحم جبته من فوق الفرنو باش يكمل الطياب ديالو، هو هذا اللحم. صافي غادي نديرو دابا البرقوق يتسلق، والزيتون تاهو عندي غير الخضر مجعوب نطلع فيه الغليه. بالنسبه للبصله ها هي مقطعه مقاده شنارف كيف ما كتشاهدوا، وتابعونا ان شاء الله حتى النهايه. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا حيدت الدجاج درته فوق الطوابل. بالنسبه للبصله او الدغميره هاني درتها في واحد الفلاصوص ديال الدجاج. البصله هي طاحت وتعلكات كيف ما كتشاهدوا، ومازال باقي كنطيح فيها حتى تنكح وتبقى غير ديك القطره ديالتها. عاد غادي نزيد على هذوك نزيدو على داك لاصوص اللي غادي ندير فيه القشيوشات ديال الدجاج. دابا ان شاء الله ما بقى لينا غير نتلاقاو في طبق التقديم بعد ما
نحمر الدجاج كامل ان شاء الله ونقدمه معكم الحطان ومرحبا. كيف ما كتشاهدوا دابا حنا دينا البريباراسيون ديال الحطان، ما عرفتش بالضبط باقي ما جابوش لي العدد. المهم انا حطيت 14 طبسيد وجدتها للرجال، ونتمنوا التيسير لينا وليهم ولجميع المسلمين. هذا هو اللي كاين. الدغميره كيف ما كتشاهدوا انا كنرمي فيها الزيتون كيعطي واحد اللذه خطيره بعد ما كطيح حتى الاخر، وكنكون سالقو ومحيد منه ديك الملحه وكنرمي فيها. بالنسبه لهذا الزيتون الاخضر الاحمر لا ما كنرميش فيه، كان يعني كنحط غير من الفوق. حطينا دابا 13 طابله كيف ما كتشاهدوا. هزوا وليدي الماكله مع حده سخونه. تقال تقال وليدي تقال، الطباسل ديال 40 هذو لا راه تقالوا. دابا بعد ما دفعنا الدجاج ان شاء الله غادي ندفعوا اللحم. 13 حطه قول 14 زادتنا طابله يعني في التالي ماشي مشكل، غنحطوا ثاني 14 طابله ديال اللحم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ومرحبا بكم حتى النهايه ان شاء الله. غنحطي دابا بدينا كنحطها في اللحم كيف ما كتشاهدوا، باقي ما مرقتش. الفنان هاي خدامه هي معايا صافي، حطيت مايا وخليه. ماشي لا كبير ديال الدجاج هذاك، اللحم هذاك غير كحل لي على اللحم. شوفوا وتابعونا حتى نكملوا.